موقف تاني شفته دمع فيه، وده ممكن يكون يكاد يكون مهم شوية. صلاح مهم ومضحك. كان عايز يخطب أم مكة، تمام؟ كان قاعد معاه في الأوضة، فعم صلاح مش موافق في التوقيت ده، تمام؟ مش موافق في التوقيت ولا مش موافق؟ مش موافق عشان بس إن توضح الحتة دي. لا مش موافق في التوقيت ده ان الوقت صلاح ده يخطب. إن صلاح يخطب، عشان هو باصص لها من وجهة نظره ان انت اصبر شوية ولما تكبر شوية وتدوس على نفسك تمام. فصلاح بتكلم انا وهو، تمام؟ فقال في التوقيت ده انا عايز استقر، تمام؟ خاصة ان معظم اللعيبة المتقاربين من سنه كان ايه اللي خاطب، وممكن اللي كان متجوز او كده يعني، تمام؟ فهو عايز كان عايز يخطب، فعم صلاح مش موافق. مرة واثنين وثلاثة كان عم صلاح ما شاء الله عليه ايه كان ضاغط في الوقت ده. فبقول له صلاح انت عايز ايه، او انت عايز توصل لايه يعني مع عم صلاح. فقال لي انا بالنسبة لي عايز اخطب عشان استقر، عشان حياتي تستقر شوية، اعرف اركز في شغلي، اعرف اركز في حاطط لنفسي حاجة عايز اوصل لها، تمام؟ وخاصة عليا ضغوطات من أماكن تانية، فأنا عايز أبقى مركز في حاجة واحدة. فأنا كلمت عم صلاح في الوقت ده، تمام؟ كلمته وقلت له عم صلاح، إحنا معظم الناس اللي فينا مرتبطين وكده، وخلاص هيتجوزوا وهيستقروا في حياتهم، فيعني إيه نرجو تسهيل الموضوع وأسرع في الموضوع إن صلاح يستقر وكده. على طول بقى فلا كلمت في التليفون. طبعا ايه صلاح اتأثر شوية في التوقيت ده، نعم صلاح رفض رفض رفض. فلقيته بيدمع كده في مرة، فقلت له ايه يا عم للدرجات دي بتدمع عشان ام مكة؟ لا ما كانتش ام مكة بقى، فاهمني؟ للدرجات دي بتدمع؟ فقال لي انا عايز استقر وزهقان. من فترة كبيرة محمد يعرف ممكة من هم مثلا في إعدادي مثلا، فالعلاقة اللي بينهم علاقة كويسة جدا. وبصراحة يعني للأمانة يعني هو زين مختار زي ما بيقولوا، اختار حد كويس قوي، اختار فعلا يعني ما كانش حد يتحمل اللي بيحصل مع صلاح من معجبات أو أيا كان غير إذن حد وواثق فيه. يعني أنا عايز أقول إن هي بتتحمل حاجات كتير جدا 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 معاه، وللأمانة عمرنا ما سمعنا إن هي خرجت مثلا في ميديا اتكلمت في حاجة. يعني محتوية محمد بشكل كويس. محمد نجاحه ده أم مكة ليها يعني زي ما بيقولوا كده نسبة كبيرة جدا 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 في حد صلاح إن محمد يبقى بالشكل ده. فهو كمان يعني لما اختار حد كويس قوي، مش بقى على الموضوع مش ما بقاش حب بس، لا اختار حد كويس وحد يقدر يقف جنبه يعني في رحلته دي.